13 يوم الباقيات. انا اتصلت في امه وقالت لي لما ترجع تعطيش باقي الفلوس. مشكورة مشكورة. يبعد عمري يا سلوم، ما يصير خاطرك الا طيب. افا عليك، هذا امانه بركبتي وحطه بعيون الثنتين. انتي امري وانا انفذ. عند اختك افا عليك. ما بينك حافظ ربك يا ريان. الشمس مغطية العالم وتقول الشمس ما طلعت. خالي، الشمس اللي اقصدها غير الشمس اللي انت تقصدها. شمسي انا شمس معيوب ما طلعت، ما شفتها. خالي حبيبي وعدنا راح في الهواء. اي هواء، اي ريح، اي صرصار. اسمع يا حبيبي، شرت الصبا ونهب ذنان يبلغ القلب محبوبه. شروه نسايم جبل عمان يلي اهل الدنيا هذوبه. هي والله صح الله لسانك خالي. لكن خالي عيد لي اياها القصيده الله يخليك. انا القصيده اللي اقولها مره واحده احفظ يا ثور. ها اسمع خالي. نعم خالي. الله يخليك. كرر القصيده مره ثانيه الله يخليك. اسمع، انا ما بعيد القصيده مره ثانيه. المتنبي
مرة واحد يقول قصيدة وعشرين واحد يحفظون عليه. خالد؟ قم. شوف. يبين ان السلامة طبت في الفخ. خلها احسن. هذا اللي احنا نبغيه. ها؟ قم انت. يبلي شاي عشان اقول لك القصيدة مرة ثانية. ولا يهمك. اظنكم انتو خالي بتحصلوا اثم على هذا المقلب صراحة. هذا شيء حرام. فعنشين. والله احنا ما ضربناها على يديها. الاتفاق كان واضح مثل الشمس. اي نعم. وامك بعد ما اخذت مسدس وحطت براسها وقالت لك ذي الولد غصب. صحيح كلامك. وطاح القروف على كبدها. والله اقول لك ما قفل الباب زين الليلة وما تبطلي على الحد. نعم اسمع يا سالم. ها اخوها عندها وانا بعد بقفل الباب من داخل وباخذ المفتاح وبحطه تحت راسي. ايه برايك انت حطه تحت راسك. انتو تفتكروها يعني هي الليلة بتجي؟ ايه طبعا بدي بالطيارة وبتعلق الولد. وهي هي. واذا منعت الماكل عن هاني اظن انه بياكلها. خلي ياكله. خلي يسوي لي ما يسويه. بس نحن نتكمله. ما انت ايش تفكري فيه تو؟ اللي يهمني يا ولدي اليوم اني انام وانا مرتاحه. ما حد يضرب علي لا الثلاجه ولا اشوفه واقف قدامي وانا نايمه. وين هالتعبان هذا؟ وين راح؟ اكيد يا داش المطبخ يا داش بالثلاجة. أكيد مسوي مصيبة. أكيد ألو. سلامة. إيش فيش؟ تو أنا أبغى أسألك أنت مو دخلش أنت أسوي رياضة أدور العالم كلها مو دخلش أنت ايش؟ ما اسمع. رفع صوتك. لا اله لا حول ولا قوه الا بالله. تو انت مالش انزين انت مو انا بغى اسالش انت ولي تمري؟ ها ايش فيه هاني شرد؟ يغيب هاني يغيب والله العظيم نحن فاضيين حال هاني يغيب. ايش فيه؟ خلاص خلينا الموضوع هذا. قلش من خالد سعيد مبونه ترى اذا ركب التاكسي ينسى التلفون وينسى هموم الدنيا كلها. يلا انا مهم ما فاضي الحين رايح عند عمي معيوف عندي موضوع مهم اريد اتكلم فيه معاه. يلا مع السلامه انا ما فاضي. يلا باي. يلا بس خلاص تمام زين والله العظيم. لا ما اتلمش لكن اقول سلامة. انا مو اسوي ليش تو انا قلت ليش الولد وحده بيرجع ما تسوي لي صدع وربشك دم نهجل دي بتراش. ا
انا دور عليك مع اخوي كيف ها يعني مو انا اخدم مع اسمه مقدار قلت لك اترد خوطه يجيني هنا من خوطه مو خوطه ما تعرف الخوطه اللي باليوم ضيف يعني ضيف بيجيني ضيف حسن صدق مقادن السحرة هيه لأنش الله يسلمش ويسلمني أنا قبل أول ما يسلمش انتي كيف عرفت إن سالم بيجيني اللهم صل على سيدنا محمد بنت الحلال لنا أدخل سالم ما سالم انت مو يقصش أقول ليه تخاطر بيجيني هيه أوين شوي شوي بتتكلمي شوي شوي بناني ها بتنخبق تو هي كده بالهداوة بالهداوة هي ريحي عمرش وست ريحي تو انتي وخليني في حالي وانا بخليش ترتاحي انزين هي في امان الله مع السلامة لو انش مع السلامة حشو الكشمة ما موجودة رأي نشوف الكشمة ديك هنا أشوفها أنا رأيها بنت بصراحة أنا مستغرب منك يا عمي انت كيف بتخلي بنتك تطلع في انصاف الليالي تروح في عرس صديقتها انت ما تخاف عليها انت لازم تخاف عليها انت بحال مو كداك انت مزعل امتها وانت مو مزعل ان تراهي البنت بنتي انا وانا حر فيها انا ما قصدي يا عمي انا قصدي ان الدنيا ما فيها امان يوم لك ويوم عليك ويوم عليكم نعم وبعدين هذه الشمس انت كيف تسمح للشمس انها تطلع في الليل وهي اسمها شمس انت كيف تخليها تطلع في الليل كلامك كده تخربت وتهربت ما عرفت لك وحن ما فهمت لك ولا حلال خلينا في موضوع الحرمة هو الحرمة الله يسلمكم ده تاكم وحقتوها توحقت الولد وفرق يعني غاب يعني طار من هين دبرته وحنا من هين نجيبه مسكين سلامة تعال انت قال تبغاني في موضوع مو هو الموضوع بو تبغاني فيه صح يا عمي انا نسيت الموضوع لين تذكرت الموضوع انا بمشي داخل اجيب لك شوية سحر مقلوب اللي عليه من الجبال سحب نورنجة وبرني ومهلبي تأكل مع القصيدة والسمن وشوية دنبة تأكل وضعك وراحات ما يحتاج عمي تجيب لي سح فاس ولا نفيعة ما يحتاج أقول لك جديد من مصطاحة قام عمي والله هذا الحالة أنا تمو وازن الأفتن عني والله العظيم أنا جاي علشان شمس مسولها مفاجأة تو أنت بالله تنعديش أنت مو وازنش تو تروح عرض صديقتش في هذه الليلة يلا ترى المنحوس منحوس ولو لبسوه ريش طاووس Thank you.
القلب والله، وقلب أحمر، وقلبي أنا هنا يا شمس، يا ريت لو تحط القلب هنا. إيه شوفوا الصالة كيف مترتبة. أما عمي هذا ولي والمهم، هذا نوبة عم نوبة. نعم هذا زين، تقبضوا عربانة، تقبضوا هوري، تقبضوا شيء يكون هذا على أبو فالح فيه هذا. نعم كلم روح عمي. آسف أنا ما شفتك. ولدي أنا بواسف ما أنت، لأني واحد منك أجيب لك صح، ويوم دخلت وخل مشي أجيب لك صح ما لقيت المعرفة مخلت الشمس. ما مشكلة عمي، ما مشكلة، كل شيء يمشي. ها جايب لي شوكولات بكافاشينو، مرة انت عرفت اني شوكولات بكافاشينو؟ هي بكافاشينو. زين تعال تعال تقلها. هلا طيح عمي ها شوي شوي ها. بس اكيد هذه سلامة، ما حد نعم ما حد هذا، ما حد يتصل بهذا الوقت غير هذه وعندها مصيبة. لا لا يا مسلامة، هذه الشمس مش ها؟ شمس؟ صب اسكت. هلو مرحبا شمس، علامش بس تأخري جين بنتي، بس عود أسقاب لعمش ها؟ هل هل في نفس السنجين؟ هي وديري بارش على نفس السنجين؟ ايه في مان الله خير عمي، ايش فيها شمس؟ ما فيها شمس، ما فيها شمس، ما فيها شمس، بس قال بتتأخر شوية عند الصديق. ليش؟ ليش عمي ليش؟ ليش؟ ما أريد تتأخر، وبعدين أنت وحدك في البيت ما يستوي يا عمي. عمي الله يخليك، أنت وحدك في البيت وخلي عنك هذا. ما أريد تتأخر. دوك دوك. لا ما أريد تتأخر. صراحة ما أبغى. حطي مالك الحزين ما يعصون دوك. ألو السلام عليكم. سلامة، كيف حالش؟ أخبارش؟ عساش بخير؟ أنا الحمد لله رب العالمين بخير، بس عاد اللي قلت حابة أطمن يعني على هاني وأسألش إذا محتاج فلوس أرسل لش زيادة، لأني أعرف إن مصاريف هاني زايدة هالأيام. إيش؟ هاني هرب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يسامحك يا هاني، أنا أخليك مانع عند الناس وأنت تسوي فيه هذا المقلب وتشرد؟ أقول سلامه دوروا عليه، يمكن صار مني ولا مني ولا صار ورا أولاد الحي يلعب كورة. أنا باقل أسبوع عن سفريتي وبرجع، لكن إذا ما ظهر هاني الظهر أني بقطع سفريتي وبرجع، وفي خلال هالأيام أرجوش يا سلامه دوروا عليه. إنزين مشكورة يا سلامة، الله يسامحك يا هاني، تخلي اللوادم وتشرد. يا ترى وين صار؟ أنا لازم أتصل البيت وأطمن. حسين أنت هنا؟ والله مغيب إنك، من زمان ما شفتك. أقول كيف البضاعة اللي عندك؟ موجودة وجاهزة طال عمرك. جاهزة وطال عمرك. خلنا نشوف البضاعة. هذا واحد. ايه والله لا احمر. ها ايه احمر احمر. اقول اشوف التلفون ولا غير. هذا غير. ايه طنبلة مسيل للدموع. انزل اشوف شوف 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 بعد. هذا واحد. أما الأول ما تلتكت ولا ما يبيوته. مو ما يبيوه، هو ذا المرغوب. والله؟ إيه. أنزل أنا أبغى هذا التلفون. هذا التلفون قل لي كم سعره؟ هذا 130 السوق مستعمل. آخر آخر أعطيك 115. 115؟ آخر. سالم باغى تهرب؟ ها باغى تهرب؟ مع من انت؟ مع سالم؟ سالم تهرب؟
لحظة شوية، تعال تحرك شوية، تحرك شوية قدام، تحرك لحظة شوية، أعطيني فرصة. إنزين نشغل سكيد أنت، خليها صدم. تب تب على يدك، شايف تلفون في ذمك. لحظة شوية. أهلو أهلو، سلامة. أقولش أنا عندي لك مفاجأة، مفاجأة عودة. ها أيوة، أقولش وإذا كانت المفاجأة هذه ها ما تناسبك أبا منش حلاوة، حلاوة. الحلاوة هذه يا إما تشتري مني هاتف محمول ولا ساعة ولا مسجل. ها المفاجأة، مفاجأة موجودة حياتي. ها ولا يهمش أنا سالم. يا شو سوي بعمري، شو سوي بعمري؟ أنت شنو أنت؟ أنت آفة الله مسلطك علي؟ أنت ما تقولي شنو؟ بلوعة ما تخلي شيء ما تاكله، الثلاجة خلصت، أنا مر على قد حالي، حرام عليك، من وين أجيب أكلك؟ تروح بمكان تاكل، ترد من مكان تاكل، وبعدين معاك ما تقولي شو أسوي فيك؟ حسبي الله على إبليسك. سلوم سلوم، كل ورطة تورطيني فيها مو مثل الثانية، بسيطة، هين يا سلوم. حاجة بطل، هم هم 24 ساعة، يلهب ياكل حتى الثلاجة كلها. ترى البشر ياكلون، لازم ياكلون. أدري أدري ياكلون، والله أدري ياكلون يا أخوي. هذا قرادة، قرادة مبطرة لازم فيني 24 ساعة. اللي يراد لما تهد على الزرع الأخضر ياكله ما يهد إلا هو يا بس. بس عاد خلاص يا سلامة، احنا متفقين معاك وخالصين وما نخلف بالوعد، وانتي وافقتي. ابو زيتك ابو زيولك، اخذي اخذي واعطيش فوقها 100 ريال. احنا ما نريد 100 ريال، اذا عندش 1000 ريال جيبيهم. بل مش كثر ما عندك 1000 ريال، من وين اجيب 1000 ريال؟ من وين يا ناس؟ حرام عليك. اذا خلاص احنا اتفقنا ومخلصين. هذا غدر زماني، والله مو هاني، غدر زماني، صدقيني غدر زماني. We are